طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. محللون يقولون للموقع بوست: تحرير المخا الطريق لتحرير مدن أخرى. وفي يمن مونيتور: من هذا المكان انطلقت ثورة الموظفين ضد ميليشيا الحوثي ولن تتوقف. محل سقطرى يقرر أراضي الأرخبيل ليست للبيع. صحيفة سعودية تدعو المستثمرين الخليجيين للتوجه إلى اليمن قبل أن يسبقهم الآخرون. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة البيان: دولة يتناول طلابها وجبة واحدة طوال اليوم. ما أهمية تحرير ميناء المخا في الساحل الغربي لليمن؟ يطرح موقع الموقع بوست هذا التساؤل ويقول إن المخا تعد الوجهة الأبرز للقوات الشرعية نظرا لأهميتها الاستراتيجية، فبتحريرها سيتم تأمين باب المندب الممر الملاحي الحيوي والاستراتيجي. ويمكن القول إن تعز باتت على خطى الخلاص الأخير أيضا، فبالسيطرة على المخا ومنطقة البرح بالتوازي مع الربيع ومقبنة سيتم فتح الخط الرابط بين تعز والحديدة، ما يعني مواصلة خنق الحوثيين اقتصاديا ودخول عروس البحر الأحمر معركة التحرير. ووفقا للمحلل العسكري علي الذهب، تمثل المخا نقطة اقتراب بحرية من مركز محافظة تعز، وفي السيطرة عليها والتقدم نحو هذا المركز تتحقق السيطرة على المدن الواقعة على الطريق التي تربط بينه وبين المدن الممتدة على طول طريق الحديدة تعز. ويبين للموقع بوست أن الاستيلاء على المخا يعني تساقط المدن الأخرى القريبة واحدة تلو الأخرى في عملية دراماتيكية قد تفتح الباب واسعا أمام أي عملية عسكرية باتجاه الساحل الغربي. موقع يمن مونيتور عنون في صفحته الرئيسية: الحوثيون في مأزق، شرارة ثورة الموظفين تنطلق من صنعاء. ووفقا للموقع، فقد بدأت شرارة ثورة موظفين ضد السلطات التي فرضها الحوثيون بالقوة على عدد من المدن بشمال اليمن، تشتعل ابتداء من جامعة صنعاء كبرى الجامعات الحكومية في البلاد. ويبدو أن الموظفين بدأوا يضيقون درعا بإجراءات الحوثي التعسفية التي طالت الكثير من زملائهم، سواء بفصلهم من أعمالهم واختطافهم في سجون الجماعة المسلحة. هذه التحركات وفقا للموقع ستحرج تحالف الحرب الداخلية الحوثي وصالح، وسيكون أمام خيارين قاسيين: فإما الاعتراف بفشل إدارتهما للمناطق التي يسيطران عليها بقوة السلاح وترك الموظفين يقررون مصيرهم فيما يتعلق بالإضرابات، وهذا معناه تسليم كل ما يتعلق بالبنك المركزي والمالية إلى الإدارة الجديدة في عدن. وأما الخيار الآخر فيتمثل في قمع الاحتجاجات، وبذلك سيضغط الموظفون باتجاه مطالبة سلطة الحوثي صالح بتسليم رواتبهم كشرط أساسي لرفع الإضرابات، وهذا أيضا سيضعهم أمام حرج كبير في ظل شح سيولة يعانونها منذ أشهر. أقدم عدد من المسلحين على اقتحام مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء، ووفقا لموقع الوحدة وينت، فقد اقتحم أربعة مسلحين مقر النقابة أثناء تواجد أعضاء الهيئة الإدارية بالمقر بحجة وجود طاقم لقناة تلفزيونية في المقر. وقد عبر مصدر في النقابة عن استنكاره الشديد للحادثة، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق الترهيب لإثناء النقابة عن الدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدا عزم النقابة وتصميمها على تنفيذ برنامجها التصعيدي للمطالبة بحقوق أعضائها، وعلى رأس هذه الحقوق المرتبات. وقد بدأ تدشين المرحلة الثالثة من هذا البرنامج بالإضراب الشامل.
صلة المنظمات الأممية بانقلابيي اليمن. تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقاله المنشور في المصدر أونلاين وقال في جزء منه: مر نحو عامين منذ اكتمال الانقلاب السياسي والعسكري ضد شرعية الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، ما دفع جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في صنعاء إلى إغلاق فروعها كونها لا تعترف إلا بالسلطات المنتخبة دستورية. ومنذ ذلك الوقت ترفض المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن الانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن. يختلف الوضع القانوني للمنظمات الأممية تماماً عن المنظمات الدولية الأخرى، فالأولى مرتبطة قانونياً بوزارة الخارجية بينما الأخرى بوزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبدلاً من الانتقال إلى عدن بعد طلب الحكومة ذلك الرسمية، تماهت هذه المنظمات مع أنشطة جماعة الحوثي الإنقلابية وتسامحت تماماً مع المضايقات التي تتعرض لها فرقها في مناطق مختلفة. بالتأكيد لا نطالب هذه المنظمات بنقل عملياتها للمحافظات الجنوبية وترك المحافظات الشمالية، بل نقل إدارتها بسبب الحتمية السياسية للأمر وبحسب القانون الدبلوماسي الذي عملت المنظمات في اليمن بموجبه. يناقض القائمون على هذه المنظمات مواقف مؤسساتهم بشكل فاضح ومؤثر بالعملية السلمية. ميدانيا نطالع في موقع الاشتراك نت مجريات المعارك في صعدة وعنون الموقع: القوات الحكومية تواصل تقدمها الميداني في صعدة أهم معاقل الميليشيات. وأضاف الموقع: القوات الحكومية تمكنت من التقدم إلى مثلث كتاف والسيطرة على طريق رئيسي يربط محافظة صعدة بمحافظة الجوف المجاورة عقب معارك شرسة خاضتها مع الميليشيات. وفي التفاصيل قال الموقع: المعارك العنيفة بين الطرفين أسفرت عن سقوط أكثر من 40 قتيلا بصفوف الميليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعو أبو طه الخولاني وعشرات الجرحى، وفقا لما ذكرت مصادر متطابقة. موقع المشاهد نت عنون في صفحته الرئيسية: خمسة سجون غير إنسانية تابعة للحوثي وصالح أحدها تحت الأرض لتعذيب المواطنين. تقول اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في بيان لها حصل المشاهد على نسخة منه إن فريقها في تعز عمل على توثيق سجون غير إنسانية إحداها تحت الأرض، وهذه السجون كانت تستخدمها جماعة الحوثي وقوات صالح لاعتقال وتعذيب المواطنين خلال الأشهر الماضية. وتشير اللجنة الوطنية إلى أن فريقها حقق مع تسعة مواطنين من الذين تم احتجازهم لعدة أشهر في هذه المعتقلات غير القانونية. التقرير الذي أورده الموقع ختم تقييمه لما حدث في تعز بأمل أن يكون العام الجديد 2017 عام سلام ويتم فيه إطلاق جميع المعتقلين ومعالجة جرح الحرب والبدء بعملية إعمار المناطق المتضررة وعودة المهجرين والنازحين إلى منازلهم. مدينة يمنية تحلم دائما بدولة مدنية حديثة يحتكم فيها الناس للقانون، ترفض هيمنة الشيخ وهيمنة من يلقب نفسه الزعيم أو سيد الكهف القادم من صعدة. هكذا بدا عبد الإله الحريبي مقاله المنشور تحت عنوان تعز مدينة المقاومة والحلم والأمل، المنشور في صحيفة العربي الجديد، وقال في أجزاء منه: على الرغم من هول ما تعرضت له في عقود من ظلم وقهر وتمييز سيء وقاتل، إلا أن وطنية أبناء تعز لم تهتز، وعندما حملت البندقية كان المتمردون لا يحسبون لها حسابا في المعادلة السياسية والعسكرية، فقد عمدوا منذ وقت مبكر على قمعها واغتيال كوادرها. حاولت الميليشيا اجتياح تعز فخرج أبناؤها في مظاهرات سلمية ترفض ذلك، لكن عنجهية صالح والحوثي جعلتهم يقتلون المتظاهرين السلميين أمام مبنى القوات الخاصة الذي يقف أبطال الجيش الوطني اليوم على أسواره لتحريره من ميليشيا الحوثي وصالح، فاضطر أبناء تعز لحمل السلاح. في تعز يوجد مقاتلون أشداء
تنقصهم الأسلحة التي من خلالها يستطيعون تدمير الآليات الثقيلة للإنقلابيين. اليوم يسطر هؤلاء صفحات من تاريخ المجد لمدينتهم بعد أن حرروا مناطق كثيرة من الجبهة الشرقية كانت تشكل معاقل الميليشيا الحوثية وأركان صالح. مدينة تعز مدينة المقاومة الأولى، تقاوم في ريفها والحضر وتنتصر ولو بشكل بطيء نوعا ما نتيجة نقص الذخائر وشح الأسلحة النوعية التي يستطيعون من خلالها إبطال وإعطاب الأسلحة الثقيلة التي بواسطتها يتم استهداف المدنيين في أحياء تعز. وعلى الرغم من كل ما تعيشه تعز الآن، إلا أنها سرعان ما ستعود بعد انتصارها إلى ما كانت عليه من مدينة للسلام وواجهة للتنمية. سيكون هناك نوع من الإرهاصات ستتجاوزها، لأن الأصل في هذه المدينة الحالمة حب النظام والعيش في سلام وأمن واستقرار. والعام الجديد ربما يحمل في طياته بشرى الانتصار الكبير لتعز واليمن بأسرها. وطلعنا في موقع المصدر أونلاين خبراً تحت عنوان: الحكومة اليمنية تبدأ تسيير أول رحلات السفينة السياحية ميدي دريم بين ساحل مدينة المكلا بمحافظة حضرموت وجزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي. وقال كيفاين إن حادث غرق السفينة التجارية التي كانت تقل 62 راكباً خلال الأسابيع الماضية مثل صحوة كبيرة وإن كانت متأخرة للأسف، ودفعنا إلى البحث عن حلول لهذه المعضلة وبدائل آمنة، وهذا ما تم. وفي موضوع متصل لكن من مدينة أخرى عنوان المصدر أونلاين: مسلحون قبليون يحاصرون مصنع إخوان ثابت في مدينة الحديدة الساحلية ويمنعون دخول وخروج الموظفين لساعات. وأضاف الموقع: المسلحون هددوا باقتحام المصنع في عملية ابتزاز لمجموعة إخوان ثابت التجارية. وبحسب المصدر، وأضاف أن هذه الخطوة ابتزاز لرجال الأعمال لا سيما مجموعة إخوان ثابت التي ظلت طيلة فترة الحرب تعمل وتقدم الخدمات الاجتماعية والإغاثية لسكان المحافظة. إلى جزيرة سقطرى أيضا، حيث عنون موقع مسند في صفحته الرئيسية: السلطات اليمنية تحظر بيع الأراضي في أرخبيل سقطرى. وقال الموقع إن الحكومة حظرت في محافظة سقطرى بيع وحجز الأراضي الساحلية على طول ساحل أرخبيل سقطرى. ويقول الموقع إن ذلك جاء خلال اجتماع برئاسة المحافظ سالم السقطري أسفر عن الإعلان بمنع بيع وحجز الأراضي الساحلية على طول سواحل المحافظة التي يديرها. وناقش الاجتماع مشكلة الأراضي الساحلية التي تواجه اعتداءات متكررة من قبل بعض المدعيين لملكية الأراضي دون مراعاة المصلحة العامة للمحافظة. وقال الموقع إنه تم تشكيل لجنة للنزول الميداني لإيقاف أي بناء أو حجز للمساحات على السواحل باعتبارها متنفسات عامة تجرم قوانين الدولة الاعتداء عليها. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نرحب بكم مجددا مشاهدينا. اقتصاديا، عنونت صحيفة الشرق الأوسط: اتحاد الغرف الخليجية يدعو للاستثمار في اليمن. وقالت الصحيفة في تقرير خاص باليمن إن اتحاد غرف التجارة في مجلس التعاون الخليجي دعا المستثمرين الخليجيين إلى العودة للاستثمار في السوق اليمنية وتحديدا في قطاعات البنية التحتية. لكن الصحيفة تعود للقول إن الحكومة الشرعية في اليمن تواجه جملة من التحديات أبرزها الهاجس الأمني المتمثل في العمليات الإرهابية التي تضرب المدن المحررة، إضافة إلى تدني الوضع الاقتصادي ما أدخل البلاد في ضائقة مالية خلقت بيئة طاردة للمستثمرين. عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس الخليج قال للشرق الأوسط إنه لابد من تحرك اقتصادي قوي من رجال الأعمال في المنطقة لإتمام عملية إعادة الأمل للشعب اليمني
ووقف أي تدخل لحكومة طهران في مفاصل الحياة الاقتصادية كما فعلت ذلك سابقا في العراق وعززت من وجودها، موضحا أنه لا بد أن نتحرك كي لا نترك لها الفرصة لأخذ الدور العربي والخليجي على وجه الخصوص في اليمن. وشدد نقي على أن الدور الاقتصادي لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين يعزز من الوجود السياسي والأمني، لذا لا بد من عودة الاستثمارات في اليمن ولو تدريجيا في المناطق المحررة، لافتا إلى ضرورة تشجيع اتحاد غرف الاقتصاد والتجارة في اليمن في هذه المرحلة على وجه الخصوص بما يعزز من الدور الذي تقوم به عملية إعادة الأمل. صحيفة العربي الجديد بدورها تناولت الوضع الاقتصادي وقالت في عنوان بارز: اليمن مشروع لصوامع الغلال بقيمة 22 مليون دولار. وقالت العربي إن محافظ حضرموت أحمد بن بريك قام بوضع حجر الأساس لمشروع صوامع الغلال والطحين بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، والمشروع مملوك لشركة مسلمة تجارية وهي إحدى شركات القطاع الخاص والمحلي، وتبلغ تكلفته 22 مليون دولار، ويتوقع إنجازه خلال الثلاث السنوات المقبلة، ويشتمل على 6 صوامع سعة الواحدة منها 5000 طن وبطاقة إجمالية 30 ألف طن، على أن يبدأ بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 500 طن من الدقيق يوميا، ويغطي احتياجات محافظات جنوب شرق البلاد حضرموت وشبوة والمهرة. تقول الصحيفة إن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تسهم في الخزن التمويني وتأمين الغذاء للمواطنين. تتابع العربي الجديد: تشهد مناطق الحكومة اليمنية الشرعية حراكا تجاريا واستثماريا، بالإضافة إلى انتظام نسبي في الخدمات وصرف الرواتب. وإلى صحيفة القدس العربي حيث تناولت التطورات الميدانية في اليمن وعنونت: القوات الحكومية تسيطر على باب المندب وتشن حملة عسكرية واسعة لاستعادة المناطق الساحلية الغربية. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد المجلي للقدس العربي: حققت قواتنا المسلحة المسنودة بالمقاومة الشعبية والطيران التحالف العربي انتصارات نوعية في مختلف الجبهات القتالية وتحقيق السيطرة على عدد من المناطق والمواقع العسكرية الهامة. وكشف أن الأيام المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت، حيث ستشهد تغيرا كبيرا في مجريات المعارك والانتصارات لصالح القوات الحكومية. وأوضح مجلي أن التقدم العسكري والانتصارات التي تحققت مثلت نقطة تحول في المعركة من الدفاع إلى الهجوم لصالح القوات المسلحة الحكومية، والذي سيغير من مشهد المعركة في محافظة تعز خلال الأيام المقبلة. اليمن وجدلية المركز والأطراف. تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في العربي الجديد وقال في جزء منه: رفض فكرة اليمن الاتحادي اليوم هي الفكرة الجامعة لحقيقة أطراف تحالف جماعتي صالح والحوثي باعتبارها سالبة لمصالح هذه الأطراف التي رأت في الحوار الوطني ومخرجاته وثورة فبراير أخطارا حقيقية على مصالحها غير المشروعة التي ترتكز على وهم فكرة الهيمنة والغلبة التاريخية التي لم يعد لها اليوم أي قيمة في ظل معادلة عسكرية جديدة بعد أن كان يراد لها أن تتحقق بتوافق سياسي وطني بدأ مع وثيقة العهد والاتفاق نهاية عام 1993 المنقلب عليها واستمرارها مطلبا حتى مخرجات الحوار الوطني عام 2011، والتي تستند اليوم إلى شرعية متغير وطني كبير تمثل بمعادلة عسكرية فسياسية جديدة عنوانها يمن اتحادي ديمقراطي. نظرية المركز والأطراف هي النظرية التفسيرية الوحيدة لكل ما يجري في الساحة اليمنية اليوم، وكل المتغيرات والشعارات المرفوعة تفرعات على هامش هذه النظرية التفسيرية التي اختزلها الحوثي بنظرية الحق الإلهي وصالح بنظرية الغلبة العسكرية وغيرها من الأوهام الأخرى التي لا تعدو أن تكون تفسيرات وتفرعات تصب في قالب واحد هو رفض هيمنة جغرافية بعينها على كل مقدرات الوطن وتسخيرها كمزرعة خاصة لمراكز قوى نفوذ هذه الجغرافية
التي ترى أن مشروع اليمن الاتحادي الفيدرالي يعني سلبها كل هذه الامتيازات غير المشروعة على حساب مصالح كل أبناء اليمن ونضالاتهم عقودا وقرونا. ومن صحيفة البيان نقرأ أكثر الأخبار تعليقا، حيث قالت الصحيفة: طلاب تشاد يعيشون على وجبة واحدة في اليوم. تقول البيان في التفاصيل: صور معبرة نشرتها منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة لتشجيع سكان العالم على التبرع لأطفال المدارس في تشاد الذين يعتمدون في حياتهم على وجبة يومية رئيسية يقدمها برنامج الأغذية العالمي. ووفقا للمنظمة، فإن هذه الوجبات اليومية تعد بالنسبة للكثير من الطلاب الوجبة الوحيدة التي يتناولونها في اليوم. وأوضحت بأن مجرد التبرع بمبلغ 50 دولار يضمن وجبة يومية لطالب واحد مدة عام كامل. إلى متى يصبر الإيرانيون على خسائرهم وعلى مغامرات نظامهم؟ تحت هذا أو هذا واحد من الأسئلة التي طرحها الكاتب عبد الرحمن الراشد، محاولا الإجابة عليها ببعض من حقائق التاريخ الحديث. خلال عقود ما بعد الثورة ظلت القيادة الإيرانية تبرر دعمها للإرهاب وتغذية العنف الإقليمي والعالمي وتحديد جيرانها وبناء مشروعها النووي والاستعداد للحروب مشروع الدولة الوحيد وأيديولوجيتها بحجة الدفاع عن النفس وأنها مهددة بالغزو من النظام العالمي الغربي الصهيوني. تبنى النظام مفهوم عسكرة المجتمع منذ حرب طهران مع العراق إبان فترة حكم صدام حسين في الثمانينيات. كيف يحتاج النظام اليوم إلى المزيد من الحروب لتثبيت أركانه في الداخل وهو قد قضى على معظم خصومه؟ الحروب الخارجية وسيلة قديمة قدم التاريخ لفرض السيطرة الداخلية تقوم بها الأنظمة التي لا تتمتع بما يؤمن أوضاعها الداخلية. ومع أن إيران بلد فقير داخليا، فإن أكثر مؤسساته العسكرية والأمنية مثل الحرس الثوري والباسج والمخابرات والجيش غنية وضخمة. مشكلة إيران وقادتها يدركون المشكلة الآن أن الحروب الخارجية التي تخوضها بلا انتصارات محسومة. ففي العراق كلما تم إطفاء حريق نشب حريق آخر، وفي سوريا أن النظام ليس قويا، وإن نجحت إيران في تحقيق الانتصارات المتتالية لنظام الأسد فالنظام سيسقط لو سحب الإيرانيون من هناك قواتهم وميليشياتهم. لإيران حضور عسكري في اليمن وأفغانستان ولبنان أيضا، ونتيجة لهذا التوسع في الحروب فإن قيادة طهران أمام معضلة، لأنها ترفض القبول بحلول سياسية وسطى للأزمات في مناطق الصراع، ما يجعلها معلقة هناك وستستمر تقاتل لسنوات. أولى رحلات السفينة السياحية ميد دريم بين ساحل مدينة المكلا بمحافظة حضرموت وجزيرة سقطرى بدأت أمس. وتأتي رحلة سفينة النقل السياحية بعد أسابيع من غرق سفينة تجارية كانت تقل 62 راكباً وعشرات الأطنان من المواد الغذائية. الصور التالية للسفينة وردت في المصدر أونلاين، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.